شعيب، اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما بقول لحضراتكم خلوني ارحب، انا هرحب بواحد والكابتن ايمن هيرحب بواحد. ليه بقى؟ لان انا عارف ان الكابتن ايمن له يعني مستني يرحب بحد مخصوص يعني. ماشي، فانا هرحب بالنجم الكبير. معلش يا كابتن انت الكبير انا عارف، بس انا هرحب بالكابتن احمد بلال. يبقى في حاجه لا خالص والله، لا لا خالص. انا هرحب بالنجم الكبير الكابتن احمد بلال، وهخلي الكابتن ايمن بقى يرحب. يا كابتن ايمن اتفضل. وانا كابتن اسلام ارحب برضه بالكابتن احمد بلال. قوم يا كابتن عادل، قوم يا كابتن عادل، كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا وسهلا بكم. هو في كمين؟ في ايه يا كابتن عادل؟ مش عارف. لا والله ما في كمين ولا حاجه والله. في كمين؟ لا والله انت عارف. طبعا ده دايما انت عشان الكبير بتاعنا يعني، فسايبينك في الاخر. لا هو الكبير بتاعك بعد الكابتن ايمن. لا ده هو الكبير. ايوه انا بقولك انت بعد الكابتن اكبر مني ب10 سنين. هو انت 10 سنين؟ ايوه طبعا. طيب ماشي. هو انت بعد الكابتن ايمن؟ اهلا بيكوا، وانا سعيد قوي بالشياكه دي. ربنا يخليك يا كابتن. حاجه شيك جدا بالامانه يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ده من ذوقك. خليني ابدا معاك يا كابتن عادل. الاول، النادي الاهلي دائما ما يشرف الكره المصريه، ولكن السنه دي الامور مختلفه شويه. بمعنى هنشرف كره القدم المصريه طبعا كعاده النادي الاهلي، ولكن الجمهور يعني قلقان شويه من الاصابات، من وجود بعض اللاعبين في المنتخب، وهو واجب وطني اصر عليه الحقيقه، او كان او اصر على الكلام عنه كابتن محمود الخطيب النهارده في البيان اللي خرج من مجلس اداره النادي الاهلي، وقال في مصر اولا. فبالتالي من الواضح جدا ان هناك بعض الغيابات التي ستكون موجوده في الفريق الاساسي للنادي الاهلي. ايه رايك؟ اول حاجه، احنا طول عمرنا النادي الاهلي بيشتغل، او انا اسف، تصريح طبعا من الكابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي طول عمره بيحط مصر اولا. ايوه، مش من النهارده ولا امبارح. لا هتلاقي بس الكابتن لما قال كده ليه يا كابتن ايمن يا كابتن بلال؟ لانه من كتر الناس عماله تزايد في كلام غريب جدا يعني. بزبوط. الحقيقه كنا بنسمعه خلال الفتره اللي فاتت، عشان كده هو اصر ان هو يقول هذا. اقول لك حاجه كمان مهمه قوي. لما جه احمد مجاهد اللي كان ماسك اللجنه المؤقته للاتحاد. أيوة. الكره، وقال لك وعمل تصريح وقال لك ليس كل ما يعرف يقال. وقال لك ان النادي الاهلي يلعب بنجومه والمنتخب بيلعب بنجومه. ايوه، هو ما كانش متاكد ان المنتخب. لا هو كان نايم يمكن في حلم. لا ما كانش نايم. طب هو قال بناء على ايه؟ علشان عشان مصر هتخسر، لانه هو تعاقد. معقوله يعني؟ لا، ما هو ليها ايه المبرر ان احنا مش عارفين كده. اتكلمنا انا وكابتن انه ما كانش متاكد ان مصر ممكن توصل للادوار دي. فعشان يخلص اللي هو قاله، ما هو هي مالهاش الا دي. قال ان مصر هتلعب بكامل نجومها والاهلي يلعب بكامل نجوم. كان هو متخيل ان مصر ممكن ما تكملش. مش هتكمل يعني؟ ايوه، لا دي حقيقه، وهو عارف، وهو كان على راس ال. بس هل هو كمسؤول يطلع يقول تصريح زي ده؟ درهان خادع. درهان خادع يعني. ما هو ما هو ما هو ما يعني كمسؤول. احنا خلينا نتكلم بالمنطق. انت مسؤول. مزبوط. راجل مسؤول. مظبوط. فلما تيجي تتكلم في قرار لازم يبقى عندك معطيات. ايوه، المعطيات انك انت عندك وعد من الاتحاد الدولي، وما فيش في كره القدم وعود. في كرة القدم انك انت تاخد تصريح وتواريخ من ان البطولة هتتأجل، كاس العالم، فالاهلي هيلعب بكامل نجومه، ومنتخب مصر هيلعب في منتخب مصر هيلعب بكامل نجومه لغاية نهاية البطولة. صحيح. بس خلينا نرجع للكابتن الخطيب وتصريح الكابتن الخطيب. عادة النادي الاهلي كده، ان هو مسؤول دائما عن انه بيحط بلدك الاول، لانه أندية الدوري الممتاز معمولة عشان المنتخب القومي. طبعا. وليس العكس. طبعا. يعني احنا اتكلمنا كتير قوي، قلنا كيفية عمل منتخب قوي البلد. هو من حاجتين ما لهمش تالت. رقم واحد، انك بتلعب لا دوري قوي يفرز منتخب قوي، لا احتراف حقيقي يفرز منتخب قوي. وده مهم جدا. بلال برضو في دقيقتين، عشان انا عندي لقاء برضو مهم جاي لنا من الامارات، برضو قول لنا رايك في ما يحدث الان. ان النادي الاهلي غالبا خلاص يعني، خليني اقول لك 8 لاعبين او 7 5 و 2 7 7 لاعبين او 8 لاعبين مش هيكونوا متواجدين في الفريق الاساسي. طبعا الامر صعب جدا على النادي الاهلي. الوعد كان غير حقيقي وغير مسؤول من شخص اعتقد كان يحمل مسؤوليه او يحمل مسؤوليه كره القدم في مصر. انت بتتكلم على رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد لما المفترض في الوقت الحالي انه يحاسب،
ده من وجهه نظري الشخصيه. لما تطلع كرئيس اتحاد راجل مسؤول تقول ان النادي الاهلي هيلعب بكامل نجومه وما تديش المبرر المنتخب او المنتخب لا الاهلي الاهلي هيلعب بكامل نجومه والمنتخب ما هو الاهلي المنتخب اكيد هيلعب بكامل نجومه، لكن بتكلم على الاهلي بقى لما يطلع يصرح تصريح من راجل هو مش انا هو مش صحفي او لعيب كره زي حالاتنا او متفرج او حد في الشارع بي 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 بيدي تصريح كده لمجرد مزبوط. تهديه الاوضاع صحيح. المفترض يتحاسب على الكلام ده. لو قلت زي ما قال بيقول كابتن عادل لو هو كان شاكك ان المنتخب ممكن يخرج فعشان كده الاهلي هي ممكن يلعب بكامل نجومه فيتحاسب مرتين على دي فيها عدم وطنيه على فكره يعني نعم. ان انا اشك في منتخب بلدي وفي قدراته وامكانياته المنتخب اللي انت رئيس اتحاده ده موضوع كبير على فكره. سيبنا من كلامه بقى دلوقتي، هل الموقف صعب بالنسبه للنادي الاهلي دلوقتي؟ اكيد صعب. بص صعب. اكيد صعب طبعا ده وضع طبيعي. انت الكلام ممكن يتماشى الكلام ده في الدوري العام في الكاس مصر لكن صح. انت النهارده لما تروح تلعب مع فرق عالمي انت بتلعب بطل اسيا، بتلعب بطل اوروبا، بتلعب بطل امريكا اللاتينيه، امريكا الشماليه، الكونكاف، الكلام ده انت بتلعب فرق بكامل نجومها رايح عشان تعمل حاجه صحيح. انت الموسم اللي فات انت خدت ثالث عالم عشان كان معاك كامل نجومك في وسط كل الادغال دي وفي وسط كل المراهنات اللي كانت ضدك الموسم الماضي مزبوط. ومع ذلك يعني تحديت كل ده وقدرت ان انت تحصل على لقب ثالث عالم. السنه دي الامر صعب، انت في احتياج لكل لعيب. انت عندك ده بتفقد سبع لعيبه، لعيبه منتخبات مش لعيبه صحيح. مش لعيبه نادي فقط، سبع لعيبه منتخبات يعني لعيبه اعمده اساسيه بالنسبه لك. كل فرقه في العالم يعني المدرب او اللعيب او الجمهور بيصنف اللعيبه بتاعته لعيب اساسي ولعيب مش هقول احتياطي بس لعيب اول ولعيب ثاني بديل بيلعب بالظبط كده. فانت النهارده لما تفقد سبع لعيبه اساسيين ده قوام فريق بالكامل صحيح. فكون ان كابتن خطيب يعني والنادي الاهلي ومجلس ادارته يوافق انه يخرج ده الموضوع يعني تعدى بقى الفنيات صحيح. وراح في حته تانية خالص الا وهي حته صحيح. الوطنيه وان انت بتلعب باسم مصر وان انت ما ينفعش تنسحب عشان لصالح الكره المصريه فيما بعد. طب ما تيجي يا كابتن اسلام نقرب ونشوف الكواليس اكتر وناخد كده حوار كده على السريع من نجم صاعد بقوه النجم زياد طارق. يلا بينا يا كابتن اتفضل. طبعا بمثل كابتن اسلام وبحمد ربنا طبعا على المنظر اللي احنا ظهرنا بيه في كاس الرابطه كلنا. الحمد لله كان يعني اللعيبه الكبيره كانت دايما بتساعدنا والكوتش كان بيساعدنا والجهاز الفني، فده الحمد لله خلانا يعني نعمل بطوله كويسه ونظهر بشكل كويس الحمد لله يعني. طبعا انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالمكسب، شفته ده ازاي الفتره الاخيره؟ طب لا مش الفتره الاخيره بس ده طول حياتنا من ساعه ما اتولدنا واحنا شايفين النادي الاهلي على طول بيلعب على المكسب، ما عندوش حته حتى التعادل، مش هتكلم عن الخساره دي يعني بتبقى صعبه جدا بالنسبه لنا، بس حته التعادل دي بتبقى مش موجوده. فاحنا متربينا في النادي من واحنا صغيرين دايما لازم نكسب ودايما ندور على المكسب، فدي الحاجه الحمد لله يعني ان احنا اتربينا على كده. كاس العالم للانديه شايفه ازاي بقى؟ المونديال، احنا في المونديال هنا في الامارات، مشاركة الاولى ليك شايفها ازاي؟ طبعا مبسوط جدا وشرف ليا ان انا موجود مع النادي الاهلي هنا. بتمنى يعني من ربنا ان شاء الله ان احنا نعمل بطوله كويسه ونبقى على قد المسؤوليه ونقدر نبسط الناس، وهنعمل ان شاء الله يعني نوعد الناس ان احنا نعمل اقصى ما بوسعنا ان احنا ان شاء الله نعمل ناخد ميداليه ان شاء الله. دور اللعيبه الكبار كابتن وليد سليمان، كابتن رامي ربيعه، كابتن قفشه، كابتن حسين الشحات، علي لطفي، كل اللعيبه الكبار وياسر ابراهيم، اللعيبه الكبار بتقول لكم ايه؟ لا بصراحه اللعيبه الكبار يعني على طول من اول يوم طلعنا وهم في ظهرنا وبيتكلموا معانا وبيساعدونا وبيسندونا في اي حاجه، ودي يعني الحمد لله ان في لعيبه زي دي موجوده فاهمني، فالحمد لله يعني ان هم موجودين معانا وبشكرهم طبعا على الدعم اللي هو موجود دايما ده. قبل ما تسافر عايزين نعرف تكوس قلت ايه في البيت عندك رايح المونديال، اهلك قرايبك؟ والله يعني انا ما كنتش مصدق في الاول، كانت بالنسبه لي لحظه سعيده جدا في حياتي واهلي طبعا اتبسطوا جدا، فانا بحمد ربنا يعني الحمد لله. كابتن عادل، يمكن زياد طارق من مكاسب كاس الرابطه كابتن اسلام، ويمكن مظبوط في الثلاث مباريات الاولانيين يعني ما حسيناش بفرق كبير بين غياب اللعيبه الكبار ووجود اللعيبه الصغيرين. هو ده اعتقد يا بلال الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني. طبعا يعني الاهلي مدرسه كبيره. انت لو بصيت على معظم اللعيبه اللي بتلعب في الانديه الثانيه هتلاقي ان ثلاث ارباع اللعيبه الناشئين، اللعيبه ثلاث ارباعهم كان لعيبه ناشئين من عندك من النادي الاهلي، اللي صادفوا الحظ وخرج واللي خرج لاعاره يعني الموسم الماضي مثلا او ما قبل ما اعتقد الجونه، انت بتتكلم في 7-8 لعيبه من النادي الاهلي، اتحاد اسكندري، سموحه،
المقصة لعيبة يعني فرق كتيرة جدا بيعتمدوا على لعيبة النادي الأهلي. نعم. الأهلي عشان اللعيبة هنا بتتأسس بشكل كويس، بتتربى بشكل كويس. صحيح. بيتم اختيارها لأن لعيبة النادي الأهلي لعيبة بطولات. يعني أنت النهاردة أنت كفرقة لما بتيجي تختار بتبقى في المقام الأول عايز لعيب يتحمل مسؤولية، لعيب يبقى عايز يكسب. أيوة. يهمه جدا إنه ما يخسرش، يهمه جدا إن يكون إن روحه تبقى عالية في الملعب، كل المواصفات دي تبقى موجودة في لعيبة لعيب النادي الأهلي. ممكن ما يكونش سوبر ستار، ممكن ما يكونش فنياته عالية، ممكن ما يكونش إمكانياته كبيرة جدا، لكن هتلاقي فيه التزام، هتلاقي فيه انضباط، هتلاقي فيه مسؤولية، هتلاقي فيه روح قتالية عالية جدا. جميل. عشان كده لعيبة النادي الأهلي بتنجح في معظم الفرق. وعندنا أمثلة كتير على كتيرة جدا من لعيبة النادي، أقربها أحمد عبد القادر لما راح سموحة كان صح. كان السوبر ستار بتاع سموحة. صحيح. ورجع النادي لأن هو لعيب عنده التزام وعنده مهارات، ممكن ما يكونش له مكانة في الأهلي في الوقت الحالي، لكن لما يخرج هيتعرف ان ده ابن من ابناء النادي زي محمد عبد المنعم. زي عبد نفس الموضوع عبد المنعم فيوتشر، هي دي الاسماء اللي بتخرج من النادي الاهلي كل الانديه بتراهن عليها. يعني صحيح. الانديه بتراهن على لعيبه النادي الاهلي، عشان كده يعني دايما السباق رايح لناشئين النادي الاهلي، الانديه بتتسابق عليهم. مظبوط. وده عمله النادي الاهلي او الباترينا اللي عملها النادي الاهلي في الثلاث مباريات الاولى اللي كان الكابتن ايمن بيتكلم عنهم. كابتن عادل، مهم جدا انت تقول لي الحل. انا دلوقتي كجمهور النادي الاهلي قاعد بتفرج على كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن بلال وكابتن ايمن شوقي وكلنا واحنا قاعدين، خلاص سامع بيقول ان احنا عندنا 7 لاعبين مش هيبقوا موجودين، 7 لاعبين من اللي كانوا دايما او على الاقل في الفتره الاخيره لعبوا عدد كبير من المباريات، مش هقول اساسي واحتياطي، خلاص اللعبة دي مش هتبقى معايا، ايه الحل؟ انا هعمل ايه؟ اقلق ولا ما اقلقش؟ استنى النادي الاهلي لا قدر الله يخسر، ولا اللعيبه تعمل اللي يعني ايه الحل من وجهه نظرك؟ اول حاجه احنا لازم نعرف انه البطوله صعبه، ظروف صعبه، عدت علينا اول مره تعدى علينا، صح. متعودين ان احنا دائما بنبقى نعمل مباراه جيده في كاس العالم لان بنبقى بكامل نجومنا. نعم. لكن المره دي ما عندنا نجوم ناقصه كتير جدا وكلهم لعيبه المنتخب، ودي مشكله كبيره قوي. الحل بقى يعني انت تقدر تعمل في الحل. تقدر تعمل حل ايه؟ احيانا لما بيبقى عندك مجموعه لعيبه انت بتعمل فعل وبعدين تستنى رد الفعل. مظبوط. انت بتتكلم على المدير الفني. انا بتكلم على الناحيه بقى الفنيه. هاي. يعني الحل الفني يعني انك انت تقدر تغير طريقه لعبك. هتقول لي الوقت قليل انك تغير طريقه لعب، ما هي اصله خلي بالك طريقه اللعب دائما بتتعمل على القماشه اللي عندك وليس طريقه لعب المدرب. في مخاطرة ان مستر موسيماني في الظروف الصعبة ديت والمنافس اللي هيلعبه ان يلعب بطريقة 3-4-3. يعني شوف انا هو اقرب واحد للفرقة في الوقت الحالي، لكن انا بتكلم على الناحية الفنية لما بيكون عندك نقص كتير في الفرقة بتحصل حاجة من الحاجتين. لا انت بتغير طريقتك الهجومية بتخليها فيها اتزان دفاعي مع هجومي، لان الطريقة الهجومية دائما عايزة شق انك انت تجري تهاجم وبعدين صح. تدافع، وعاوزه فكر عالي وعايزه لعيبه متمرسه وعايزه لعيبه من الصف الاول. عادل. سؤالي بس يا كابتن، عشان انا الجمهور دلوقتي قاعد بيتفرج على كابتن عادل، الحل ايه يعني؟ انا ما هو ده اللي انا ما انا جاي لك فيه. ما هو انا عايز اسال الحل ايه يعني؟ انا هفضل دلوقتي قاعد قلقان من دلوقتي اليوم السبت وانا ولا انا كجمهور اهلي، ولا ابقى حاطط في دماغي ان عندي صعوبات ولكن ممكن جدا بحل معين اقدر اعملها؟ ما هو الحل اللي انت تقدر تعمل الناحيه الدفاعيه كويس قوي، وانك انت تعمل بدون اسماء بقى. لا ما هو ده اللي انا عايزه. ما انا عايز اقول لك، عشان انا كنت في البدايه بقول ايه، لما تكون انت عندك نجومك كلها وعندك اسلحتك كلها بتعمل الطريقه اللي انت بتشتغل بيها كويس. الهجوميه انت ما عندكش في الوقت الحالي. حلو. يبقى ما ارجع لحته يعني مش عايز اقول لك 4-2-3-1، لا ارجع بقى للطريقه 4-1-4-1 دائما. ليه؟ لانك انت عندك اهم عنصرين غايبين عندك، حمدي فتحي والسولية. عنصرون اقوياء جدا في الحته الدفاعيه مع الهجوميه. لكن انت دلوقتي مش هتقدر تعوض بواحد الا ديانج عندك. ديانج بس. هتقدر تعوض بواحد يعمل الناحيه الهجوميه والدفاعيه، فهو يقدر يعمل الناحيه الدفاعيه وتزود في الحته الهجوميه اللي هي في الاربعه اللي على الطرف اللي هم الاربعه اللي قدام، يبقى منهم 2 دفاعيين واثنين مهاجمين. يعني اذا الطريقه لازم تتغير. نعم لازم الطريقه البدايه تغير. تغيير الطريقه لطريقه اكثر دفاعيه تأمين. صح. وقرب اللعيبه من بعض.
لانه انت لما بتلاعب لعيب ما هو قرب ده يبقى اكثر تامين. ما احنا بس بنتكلم بشكل عام. لا بس هو في حته في الدنيا لازم نعرفها اللي هو ايه، اي فرقه في العالم بتلعب بطريقه هرميه. ايه اللي هي الطريقه الهرميه؟ اللي هي بيبقى قدام اثنين وواحد وراهم، ده الهرم، او اثنين واحد قدام في كل حته في الملعب. دي هي اسمها دي كره القدم. اوكي. احيانا لما بيبقى عندك نجوم كبار كده هرم كده هرم مقلوبه يا كابتن، اثنين قدام واحد ورا هرم مقلوب. ايوه ما هي انت مش شاطر في لا لا هو قصده يعني مثلث في كل حته. احنا بنتكلم في الكوره. احنا بقول لك يا بلال احنا بنتكلم، احنا ما اتكلمناش على المقاولات بتاعتك بطريقه هرميه يا كابتن. اثنين قدام واحد ورا، ما اتكلمتش عليا يا كابتن. المقاولات بتاعته بتستعمان يا هرم، بتستعمان يا هرم. اللي هو ايه، هو بلال ما يعرفهاش لانه مش مدرب، مش مدرب. الطريقه الهرميه انك دلوقتي ما انا جاي لك. لا يعني طول الوقت ايه، بيبقى في اثنين واحد قصادك او واحد واثنين تحتيه. فعلى حسب ما الكره بتبقى موجوده. اوكي. لما بيكون عندك نقص كتير قوي بتزود واحد دائما بيبقى السبورت الثالث. اوكي. زي ما تعرف محمد صلاح مثلا في العالم لما بييجوا يدافعوا عليه بيبقى واحد واحد وراه والثالث مراقب علشان مهارة صلاح ممكن يعدي من الاثنين. طيب. يبقى الاكثر تامينا او الطريقه كابتن ايمن الاكثر تامينا او تغيير نظر. الطريقه من وجهه نظر الكابتن عادل. بس هو كده انت قصدك ان هو يعني الشق الدفاعي يبقى هيكون اكتر شويه. دي حقيقه لازم. اه كابتن صح، هو لازم. يعني اعتقد يا بلال ده طبيعي. صح ده طبيعي. بس مثلا في عدم يعني نتكلم بصراحه على انت لما لعبت بالناشئين البطوله اللي هي بطوله كاس الرابطه انت بتلعب ايه؟ ما بتعملش الفعل طول الوقت لانهم لسه ما عندهمش الخبرات او القوه ان يعملوا الفعل ورد الفعل بعد كده. انت هنا بتتكلم فانت كده دلوقتي لازم تستنى رد الفعل لانك هتلعب. انا بكلمك بتلعب فرقه قويه، الاهلي بمنحدر في مصر لكن في البطوله العالميه الاهلي بنجومه المفروض. انت فاهم؟ عشان تقدر تجاريهم يعني. فاهم. بس هو انت لما تيجي تغير كابتن بلال الطريقه لازم برضو تبص على حاجتين، القماشه اللي معاك والفريق اللي قدامك. اكيد في الفتره ديت في نواقص كتير زي ما قال الكابتن اسلام وفي صعوبه. مستر موسيماني هل فعلا هيلعب بنفس الاسلوب او بيفكر بنفس الاسلوب اللي بيفكر بيه الكابتن عادل؟ هيبقى معتمد على الشق الدفاعي اكتر شويه من الشق الهجومي. طيب نفترض ان حسام حسن غير متواجد في المباراه، مين يحل ويبقى راس حربه مكان مثلا حسام حسن؟ انت هنا هتتكلم عن اسماء بقى، هتخصص. هتكلم اسماء طبعا. طيب خليني اتفق مع كابتن عادل يعني تمام عشان يعرف ان انا برضو مش يعني في الكوره. بعدين بقى بعد بعد الهوا نبقى بعد الهوا نتكلم. ماشي. يعني اكيد طبعا يعني انت النهارده لما بتبقى انت بتلعب فرقه كبيره يعني عندها امكانيات وقدرات وانت عندك نواقص كتيره جدا، فاول حاجه انت بتبص ليها او بتفكر فيها هي ازاي اامن نفسي دفاعي، ازاي اشتغل بشكل دفاعي منظم عشان ما اخترقش تمام، عشان ما يبقاش فيها هجمات عليا، عشان ما يتسجلش فيه اهداف. دي رقم واحد، دي رقم واحد انت بتفكر فيها كمدير فني. رقم اثنين ازاي ممكن في بعض الاوقات تمتلك نص الملعب وازاي انك تعمل تحول. احنا هل النهارده ممكن مستر موسيماني يفكر في الاستحواذ؟ ما اعتقدش يعني ما اعتقدش في الوقت الحالي. هو ممكن يفكر في الكاونتر اتاك، في الهجمات المرتده السريعه. عشان كده انا بشوف ان ممكن طاهر محمد طاهر هو ممكن يكون راس الحربه الاساسي بالنسبه لمستر موسيماني في الطريقه دي، مش حسام حسن. بس طاهر السرعة عنده مقاومات راس الحربه عشان السرعات. خد بالك انت مش هتشتغل او مش هتعتمد على رقم 9 المحطه. انت هتعتمد على 3 عندهم سرعات. هتعتمد على التحول السريع. لان انت زي ما اتفقنا كده، هل انت ممكن تمتلك نص الملعب؟ لا ما اعتقدش. هل ممكن تلعب على كده؟ برضه ما اعتقدش. ليه لا ما اعتقدش؟ بص هقول لك يا اسلام، اولا يا ريت يا كابتن نشترك كلنا علشان كلكم فرقه نتكلم يعني قوه الفرقه اللي قدامك. تاني حاجه اللي بالك انت النهارده ما اعرفش تاني حاجه قبل بس ما تكمل انا ما اعرفش انتوا النقطه دي سمعتوها ولا لا. في ناس غايبه من مونتري برضه. لا بالك مونتري عشان هو بيقول مونتري. لا بس مش خمس لعيبه تقريبا. خمس لعيبه هم هيكونوا متواجدين لكن لا وفيهم هيلعبوا يوم اثنين، هيلعبوا يوم الخميس يعني فجر الخميس. عايز اقول لك ان عندهم هم عدد كبير من اللعيبه. امريكا الجنوبيه عندها قوه وعندها لياقه بدنيه وعندها سرعات عاليه. بتتكلم في نص يعني هم في التوب فورم بتاعهم قوي كمان مش بالاجهاد.
يعني إنهم... يعني ايه مش هيفرق خمسه لعيبه؟ لا كمان بص كمان يا اسامه في نقطه مهمه اعتقد ان انت الاثنين اللي بيشتغلوا لك في عمليه الاستحواذ المهمين جدا الاثنين في المنتخب. أيوه. الاثنين الاساسيين السوليه وحمدي فتحي الاثنين اللي بيقوموا بالدور الجيد ده خاصه السوليه. انت حمدي فتحي بيبتدي عمليه التحضير من تحت، السوليه هو اللعيب اللي بتعتمد عليه في الثرو باسز، اللعيب البديل لرقم 10 هو السوليه عندك، مش يعني احيانا كتيره جدا بتعتمد عليه بجوار مجدي قفش. النهارده هو مش موجود وحمدي فتحي مش موجود، عشان كده انا بقول ايه، انك انت في الماتش ده ممكن تعتمد بس على الكاونتر اتاك، الهجمات المرتده السريعه بس. ليه انت طاهر محمد طاهر ليه انتوا في كلامكم انت والكابتن عادل لاغين حته مثلا الشق الهجومي للاطراف او شغل الاطراف؟ هل الاطراف هيبقى الشغل الشاغل ليها مثلا الجانب الدفاعي فقط؟ لا مش هيبقى الجانب الدفاعي فقط لا غير. يعني كابتن ايمن يعني انت بتشتغل كوحده في الملعب كويس. بتشتغل ممكن تشتغل في بعض الاوقات انك تبني هجمه وبرضه يبقى في نسبه استحواذ، ده وضع طبيعي، لكن هل انت بتبني على الكلام ده؟ هو ده اللي انا عايز اقوله. الفرق ما بين ان انت هتشتغل الاطراف طول المباراه وانك بتشتغل رد فعل، ده حاجات يعني انت بتبني عليها افكارك. انت بس بتبني على انك تشتغل على هجمه مرتده سريعه، لكن في وقت من الاوقات هتشتغل انك بتبني هجمه، ده وضع طبيعي. اطرافك بص يا كابتن في حاجه مهمه دائما، التيم الجيد الكبير زي النادي الاهلي اللي طول الوقت واخد على الحته الهجوميه. ايوه النادي حلوة دي، طول الوقت واخد على الحته الهجوميه، ما ده اللي انا بتكلم فيه، وكله بيدافع قدامه. لما بيغير لما لعبنا الباير، لما جينا نلعب الباير كانش لينا شكل جيد هجومي، ما بيبقاش عندنا الحته بتاعت انت طول الوقت بتدافع فما بتعرفش تعمل الحته الهجمه المرتده. اوكي انت علشان النجوم اللي كانوا بيلعبوا لان هم طول الوقت واخدين على اللعب ده. اوكي حاجه الثانيه المهمه، المدرب احيانا في وسط الملعب مثلا لما بيخلي عمرو السوليه يقدر يعمل الحته الهجوميه 40-50%، اوكي بيخلي حمدي فتحي بيعمل 70-80% دفاع، اوكي فده قوي في الحته الدفاعيه فبيعوض السوليه في الحته الدفاعيه. لكن لما بتلاقي لعيب اقل شويه منه استمراريه ولعب وخبره، اوكي فانت عايز الاثنين يعملوا الواجب الدفاعي عشان يدوك النسبه اللي انت عايزها في الدفاع. أوكي. اما الحته الهجوميه والاطراف اللي الكابتن ايمن اتكلم عليها، انت لما تيجي تتكلم على اطراف يبقى انت عايز حد في وسط الملعب كويس يسد وراهم. مظبوط. وبما اننا بنتكلم على الاطراف بس عشان دي مهمه كابتن ايمن، خلينا نرجع الامارات مره ثانيه لانه عندنا حسين الشحات كان من شويه يعني هو اللي احنا مستضيفينه. مظبوط. هو النهارده دلوقتي معانا حاجه فاني كده يعني حسين الشحات هو اللي مستضيف لعيبه النادي الاهلي من خلال وجودهم في الطياره. لو جاهز يا سمير؟ جاهزين. طب يلا خلينا نطلع نشوف حسين الشحات في دور المذيع على شاشه قناه الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا يعني بنرحب بكم كلكم طبعا على الطياره اللي مسافره الامارات العزيزه لبطوله كاس العالم، وان شاء الله نرجع موفقين. اولا طبعا يعني تحياتي للكابتن اسلام الشاطر وسلام للفاروق وكريم على اصابتهم، وان شاء الله يرجعوا بالسلامه. وطبعا ان شاء الله نعمل شويه لقاءات كده حلوين لقناه نادي الاهلي وموقع نادي الاهلي، فهنعمل حبه لقاءات كده يا رب يعجبوكم ان شاء الله. يا اشرف تحب تقول ايه في اول كاس عالم ليك؟ طبعا ده فخر ليا وفخر الاهلي، وانا مبسوط جدا في السفاره دي وان شاء الله نعمل بطوله كويسه. حبيبي شكرا. يعني زياد طارق طبعا مستقبل نادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله النجم الصاعد، يعني ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله تبقى جناح لنادي الاهلي ومنتخب مصر الفتره الجايه. صيادتك يا عم. تحب تقول ايه يا حبيبي في اول كاس عالم ليك؟ والله مبسوط جدا واتمنى من ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه وربنا يوفقنا ان شاء الله. حبيبي ربنا يكرمك في اول مشاركه ليك في كاس العالم ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن حسين. خلي بالك عشان هداف كاس العالم. ها حبيبي يا كابتن. من ساعة ما طلع في الطيارة احنا لسه ما كملناش ساعة ونايم. كابتن ياسر ابراهيم انا المذيع الفترة الجاية بتاع القناة، ما فيش مذيعين معانا عشان كلهم كورونا. كابتن ياسر ابراهيم تاني مشاركة ليك في كأس العالم، تحب تقول ايه ويعني في ظل الإصابات والحاجة اللي موجودة في نادي الأهلي؟ وطبعا نادي الأهلي انت عارف أي حد موجود بيبقى فرقة قوية لنادي الأهلي، يعني تحب تقول ايه يا كابتن؟ والله كابتن حسين انا عايز اقول لك طبعا الحمد لله على مشاركتنا تاني مره على التوالي، فدي حاجه كويسه لنا كنادي اهلي طبعا، ان شاء الله ما تبقاش اخر مره.
لا النادي الاهلي بمن حضر طبعا الناس دي هتفرق معانا كلهم لعيبه كبيره ويفرقوا معانا ربنا يكرمهم في المنتخب يا رب كده ويرجعوا بالبطوله بس ان شاء الله الرجاله اللي موجوده هنا كلهم على قلب راجل واحد وكلهم يقدروا يسدوا ان شاء الله حبيبي يا كابتن حسين ان شاء الله ربنا خش على كابتن حسام ويعني اول مشاركه ليه بس هو اصابه بس ان شاء الله يلحق كده ان شاء الله معانا في الماتشات اللي بعدها ان شاء الله حب تقول يا كابتن حسام في اول مشاركه ليك في كاس العالم حبيبي يا سحس والله انت منور يا حبيب قلبي ان شاء الله نعمل حاجه كويسه تليق باسم النادي الاهلي وجماهيره وان شاء الله احنا رايحين نلعب على البطوله وان شاء الله نرجع بالكاس ان شاء الله حبيبي يا سحس تعالوا عبد قادر معانا اهو بص ما اكلش خالص عبد قادر بصوا على الاكل بتاع عبد قادر عامل ازاي هرجع لك مصطفى يعني عبد قادر تحب تقول ايه في اول مشاركه ليك في كاس العالم وتوع الجمهور الاهلي بايه زي ما بقول لهم على طول بس اهم حاجه يبقوا في ظهرنا ان شاء الله ونحاول نقدم لهم حاجه كويسه باذن الله في البطوله دي ونحسن المركز باذن الله يبقى في الاول او ثاني ان شاء الله يعني ان شاء الله حبيبي عبد قادر ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله تسلم يا احساس حبيبي بس انت ما اكلتش ليه اكلتش فعلا والله بص انت ما اكلتش الرز بس الاطباق الثانيه فاضيه يا سحس احنا كده كسبنا لا 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 كسبنا لا لا مذيع على قده لا يطمع يطمع ولا هاجل كل واحد خايف على مكانه ركز في الملعب احسن اسمع يا كابتن ايمن اسمع ده لسه صغير يلعب له 20 سنه قدامه 20 سنه كده عبال ما احنا نكون عجزنا وقضينا وكل حاجه احنا عجزنا بيني وبينك برضه لا بس هو بس هو هو كلم عن نفسك يا كابتن عن نفسي طبعا حته بس صغيره اتفضل يا كابتن الاهلي طول الوقت لما بيغير طريقته المفترض ان الفرق اللي قدامه دايما بيبقى عندها لخبطه شويه ليه انه واخد على انه بيهاجم على طول مظبوط النادي الاهلي لو استنى كتير يقدر يعمل حاجه كويسه كويس بس انت لما بتغير الدكه برضو يا كابتن انا بس عايز اقول حاجه قبل ما نتكلم عن النقطه دي لان النقطه مهمه برضو جدا سيتم استخدام تقنية التسلل الإلكتروني من خلال هذه البطولة تجربة يعني بيحصل إيه بقى؟ بيبقى فيه كاميرات متعلقة طبعا في حتة معينة زي رادار كده بالظبط تيجي للحكم في خلال نص ثانية هيتم تجربة هذه التجربة من خلال بطولة كأس العالم للأندية وإذا نجحت هيتم تعميمها يعني مفيش تحت فرص؟ لا 90% مفيش كده تحت معرفش بقى هل دي هتبقى ما فهمتش البتاع المكان كله لو هيصفر لو هي بالتقنيه دي يبقى اكيد بقى مفيش تحت فرصه يبقى ان هي قطعا تسلل مظبوط 100% تسلل ان هي بتبقى محتاجه طبعا تقنيات كتيره جدا وكاميرات متعلقه في كل حته اتمنى ان هم كمان الساعه اللي هي بتاعه الكره لما بتتخطى الخط دي لازم يعني هي دي بيني وبينك احنا عشان احنا دقنا منها احنا اتلدعنا منها السنه اللي فاتت في ماتش الجيش يمكن عشان كده احنا فاكرينها لكن برضو موضوع التسلل الالكتروني ده هيبقى نقله كبيره جدا طبعا طبعا بس قبل ما يوصل نرجع تاني قبل ما يوصل يحصل ايه كمل لا 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 خلينا نتكلم عن الاهلي انا اللي قلت يا جماعه والله لا هيوصل ما احنا دائما بناخد الحاجه بعديها خلينا بقول لك لما بتقول مستر موسيماني يغير طريقه انا برضو كمدير فني لما اجي اغير طريقه ببقى حاطط عيني على حاجتين برضو غير الفرقه الثانيه وفرقتي انا وامكانيات فرقتي البدائل اللي معايا بره اكيد هحتاجهم تأكيد. هل الدكه بتاعت النادي الاهلي ينقصها الكثير في هذه المره انت غايب من عندك اهم لعيبه اساسيين كويس. فبالتالي بيخش اهم لعيبه احتياطيين يبقى لازم عيني كمان هتبقى على الدكه ما لا يعني شوف تقليل المهام الكتير تسهل على الدكه اللي ما عندهاش خبره لانك هيكون عندك صغيرين وهيكون عندك لعيبه ما بتلعبش كتير والخصم مش سهل فانت لازم هتقلل المهام دائما لما بتكون شاكك في الامور وعندك صعوبه في حته انك انت مش متمرس وبتلعب كتير فقلل لي المهام بتاعتي لانه المدرب احيانا بيدي اللعيب ما ده الفرق ما بين اللعيب الاساسي واللعيب الاحتياطي صحيح. المدرب ممكن يدي اللعيب الاساسي 7-8 مهام يعملوا منهم 4 لما باجي احط البديل بتاعه ما يقدرش اديله 8 مهام اديله 5
فبيعمل لي منهم اثنين. احنا بس عشان وقتنا بيجري يا كابتن ايمن بعد اذنك كمان عايزين نسال في موضوع مهم جدا. ايد الخمسه اللعيبه بتوع كاس العالم سوري بتوع كاس الامم الافريقيه ولا ما ايدهمش؟ انا عايز اسمع من ايد. لان انت المباراه اللي بعديها عندك اعتقد هتبقى يوم ال يعني لو صعدت هتبقى الثلاث، لو لا قدر الله اتغلبت هتبقى اعتقد الاربع يعني الاربعه، هتبقى في فرصه عندك ان هم ممكن هيبقى في يومين بس انا كده مش هقدر استفيد بخمس اماكن. انا بقول لا على الاقل بس خد بالك انت رايح كام لعيب؟ انت رايح 23 لعيب اعتقد. هم 23 المفروض اللعيب هو 23 اللي بيتم قيدهم. ايوه بالظبط صح بالظبط 23 اللي بيتم قيدهم وده يوم ثلاثه يعني يوم الخميس. يوم الخميس مظبوط لازم معاك. تحط فهل الله يكون في عونهم برضو يعني بص احنا بعدين كل واحد هتلاقي فيه عنده وجهه نظر. عارف يا اسلام المشكله في ايه؟ انا بس هقول لك على حاجه بس في الاول. الفكره كلها انت لما بتروح تلعب بطوله او ماتش ودي او رسمي بيبقى ليك اهداف فيه تمام. انت تجردت من الاهداف اللي موجوده عندك، انت كنادي اهلي عندك اهداف، هدف سامي انت السنه اللي فاتت كنت بتلعب على خط ثالث، السنه دي كنا بنامل ان احنا نوصل الفاينل وده كان حق مشروع بالنسبه لنا، لكن انت تجردت من الاهداف بتاعتك مرغما خد بالك غصب عنك برضو عشان الكلام يبقى واضح للناس يعني صح. انت النهارده طبعا طبعا بعدم وجود يعني انت النهارده لو انا اسف لو قوة لما ميسي كان بيمشي بيغيب من برشلونه برشلونه كان بيأثر عليه ده وضع طبيعي تمام. النهارده كريستيانو لما بيغيب من مانشستر وده بيأثر، صلاح لما وماني لما بيغيبوا من صحيح. الموضوع صعب جدا. تخيل انت مثلا كنادي اهلي بيغيب منك سبع لعيبه كبار. لا ده سبع لعيبه غير المصابين. طبعا يعني لا ده غير بدر بانون غير الشناوي طبعا انا بشوف الدكه كابتن. ايوه ما انا بقول لك طبعا يبقى وضع طبيعي ان انت هتتجرد من الاهداف بتاعتك غصب عنك. عشان كده التصريح بتاع كابتن محمود الخطيب في محله جدا 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 ان انت رايح عشان خاطر مصر يعني طبيعي جدا تعتذر طبيعي جدا. انا النهارده وعدت من قبل الاتحاد ان انت هتلعب فول تيم بكامل نجومك. النهارده انت رايح بتلعب ما عندكش يعني غير مكتمل العناصر 9 7 2 9 غير 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 يعني انا اقدر اقول لك حاجه مهمه قوي. يعني انت بلال تأيدهم؟ انا أأيدهم انا خمس كابتن عادل. انا اقول لك ليه ما أأيدهمش. اول حاجه انت لازم تعرف ان الضغط اتشال من عليك. 5 من 23 يعني هيبقوا 18. خلينا ناخدك بقى للنقطة الإيجابية في الأمر. بس خلي بالك لا ساعتها ممكن تأيدهم عارف ليه؟ بس ممكن يلعبوا الماتش اللي بعده. ممكن يلعبوا أنا برضو أنا كنت على فكرة أنا كنت زيك ما أيدهمش. بس أنا ليا مبرر عدم وجودهم. اتفضل. هيرجعوا شكلهم إيه؟ أنا ممكن أأيد الأماكن اللي ما تتعوضش خالص عندي. مش لازم أأيدهم كلهم على فكرة. لازم أأيد منهم ممكن أأيد منهم 2 يعني مثلا شريف والسولاي وحمدي فتح يعني لا يعني حمدي فتح لا محمد عبد المنعم لا انا اقول لك حاجه لا انا اقول لك حاجه هنقعد نقول واحد لا انا اقول لك حاجه انا من وجهه نظري منعم يتأيد منعم صغير في السن يقدر يستحمل حمدي فتح لا لانه عدى باصابه ممكن ترجع له تاني او هيقعد فتره يتعالج يبقى السولاي افضل يبقى السولاي وشريف الثلاثه شريف عنده يعني قدر من الراحه شويه انه ما لعبش رغم انه مش هيبقى في بس في ال 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 النقطه اللي قبليها قول عشان عايز اتكلم في حاجه معينه قبل النقطه اللي قبليها عاوز اقولها لكم مهمه قوي قول سريعا بس النادي الاهلي اتشال من عليه الضغط صح واللعيبه اتشالت من عليها الضغط ومستر موسيماني ومستر موسيماني اتشال من عليه الضغط وخدها بالايجابيه دي ودي احيانا بتبقى احنا ما بنحبش الغلبة حتى لو لعبنا بناشئين عاوزين نكسب صح لكن اتشال من علينا الضغط اتشال من عليك الضغط تمام صح. انا بقول احنا فضلنا بلدنا وده لا احنا مش فضلنا بلدنا ده يا كابتن لا هي كده طبعا مفيش حاجه اسمها احنا لا ما هو الاهلي يا كابتن ده الطبيعي لا ما هو ما في نقطه يعني بس عشان ما حدش ياخد كلمه لا 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 لكن ده الطبيعي اقصد طول الوقت انت بتفضل بلدك طبعا على نفسك طبعا وعلى اي حاجه طبعا فهي تتقال كده انك انت بتفضل بلدك فقط لك. بما اننا بنتكلم عن الوطنيه والبلد يا كابتن والمدير الفني بعد ماتشين كوت ديفوار والمغرب مش ملاحظ ان البعض او الغالبيه بتنسب الفضل بس للاعيبه المنتخب مصر الروح العاليه الحماس المهارات الفرديه لبعض اللاعبين ومنهم صلاح وتجاهلوا تماما دور المدير الفني مستر كروش. بص يا كابتن انا وجهه نظري في النقطه دي وما اعرفش كابتن عادل وكابتن بلال يعني احنا انتقدناه كتير قبل كده جدا ولكن لازم نشديه لما يعمل حاجه كويسه. بص يا كابتن اهم ما يميز فريق كوت ديفوار ايه؟ الاطراف. ايوه مظبوط ولا انا بقول حاجه غلط؟ الاطراف
مين اللي قفل على الاطراف بطريقه معينه تخلي ان النني كان بيميل دايما ورا صلاح؟ لو تفتكروا المباراه طبعا كانت افضل مباراه للنني وخد فيها افضل لاعب، والناحيه الثانيه عمرو السوليه وبينهم حمدي فتحي. هو كيروش صح. هو اللي كيروش اللي اصر ان حمدي فتحي هو اللي يبدا هذه المباراه، على الرغم ان هو دايما كان بيبدع عبد الله السعيد في الثلاث مباريات الاخرى. وبالتالي ده وجهه نظري ان ده فكر مدرب يا بلال، صح، غير اداء منتخبنا. ده كمان ماتش المغرب عمله عشان اشرف حكيمي. انا بتكلم عشان ده كان واضح جدا في ايمن اشرف، صح بالظبط. بس يمكن عشان ارتكب الغلطه الاولانيه وضربه الجزاء فده اثر شويه، ولكن انا بتكلم ده الماتش التكتيكي المثالي بالنسبه لكارلوس كيروش. انا بالنسبه لي كوت ديفوار اللي هو كوت ديفوار. بس انا اقول لك حاجه، اتفضل. انا بحييه على حاجه مهمه قوي، انه ما الفش بس خلاص خلاص يبقى عمل شغل. لا لحظه، طب انا اقول لك البك احنا قدامنا دقيقتين لانه ما الفش ده رقم واحد. لانه كان كل ماتش يقلف. انا مش في الاستوديو التحليلي يا جنان ولانه كل ماتش كان بيالف. هو ما الفش ولعب السهل. اوكي. ومحمد صلاح يبقى مدرب كويس وشكرا. محمد صلاح هو قصده حاجه ثانيه؟ لا لا مش ممكن. محمد صلاح يبقى مدرب كويس. هو قصده حاجه ثانيه. هو وجهه نظر. انا عارف. لا انت عارف هو قال لي كده؟ لا ما قلتش. انا بحب محمد صلاح. كلنا بنحب محمد صلاح جدا، وان شاء الله يبقى مدرب عظيم. بلال رايك؟ رايي طبعا ان هو اجاد في مباراه كوت ديفوار، واجاد جدا في مباراه المغرب. التغيير كمان بتاع حجازي وان ينزل مكانه تريزيجيه، تغييره جيده من المدير الفني، تنم ان هو يعني عايش جوه الجيم غير قبل كده. وخلي بالك يا كابتن، هو بره برضه في الماتش نفسه، في احداث الماتش نفسه مر بظروف صعبه جدا. طبعا. الاصابات طبعًا. وبعدين كمان بنالتي، ابو جبل، تغيير حارس مرمى والحارس طبعا كان عنده طبعًا. رؤيه كويسه في حته لما تهاجم، لما خد اربع حراس مرمى. طبعا كلنا هاجمناه. طبعا ولكن طبعًا. هو لا انا ما بص هو كنت عايز ياخد خمسه. كابتن عادل، كابتن عادل ما هاجموش. كابتن عادل ده بص طلع معايا ومعاك ومع بلال ومع المصورين ومع الناس كلها. كلنا ما بيحبش المدرب اللي يستخف. بقول الناس الراجل ماشي كويس يا كابتن عادل. طب يا كابتن عادل، خلينا انا بكلمك على خلينا نعمل الشيفت. بس هو بقى كويس ما شاء الله، بقى تمام، ربنا يكرمه الحمد لله. خلينا نعمل طالما بص احنا عندنا بنغير راينا في 3 ثواني. اصله احنا عاطفيين. لا كابتن، كابتن مش بنغير، احنا بنحلل كل ماتش بماتش يا كابتن. يعني هو بالظبط كده، اجاد في كوت ديفوار قلنا برافو، اجاد في المغرب قلنا برافو، كان وحش وسيء في نيجيريا قلنا انت وحش. ما في ماتش لعبه، احنا مش بنقيمه كبطوله العربيه او التصفيات. ما في ماتش لعبه من اول البطوله العربيه او التصفيات الا كان عنده تاليفه ولا 2 ولا 3. الماتش من اول كوت ديفوار لما وصلنا، الماتشين دول من اللي لعب بعقلانيه ولعب باللعيبه الكويسه اللي هي تقدر تنافس لعيبه افريقيا. صحيح. طيب اخيرا بلال، يعني احنا قدامنا 2 3 دقايق بالظبط علشان ننهي اولى حلقات الاهلي في المونديال. الاهلي في المونديال ده الطبيعي، ده اللي احنا بنسمعه، الكلمه دي بنسمعها وعندنا مونديال، يعني فدايما بيكون عندنا مونديال. طيب يا رب دايما، يا رب دايما، يا رب كل سنه. لكن لو كلمه عايز تقولها لموسيماني ولاعيبه النادي الاهلي من خلال وجودك في شاشه قناه الاهلي، بتقول لهم ايه؟ وبتقول للجمهور الاهلي ايه برضه، في ظل ان الجمهور الحقيقه ابتدى يبقى واعي ان احنا عندنا مشاكل ولكن عايزين نكسب؟ بص يعني انا طبعا بقول لمستر موسيماني، يعني كان الله في العون. المدير الفني لما يروح بطوله كبيره جدا كل الجمهور بتاع، يعني كل جمهور النادي الاهلي بيتكلم عليها من بدايه من قبلها بشهر، وما زال الى الان بيتكلم عن البطوله، يا ترى اللعيبه هتنضم مش هتنضم. اذا المدير الفني كمان لازم اكيد عايش في حيره كبيره جدا وعايش في قلق، لان هو كمان عارف انه رايح بيحمل اسم النادي الاهلي. تمام، بيحمل اسم النادي الاهلي. ده معناه ان انت مش رايح هناك عشان تتغلب 5 و6 و7 وترجع القاهره تاني، ما حدش هيسمي عليك باي حال من الاحوال. طبعا الماتشات الوديه لها قيمه عند جمهور النادي الاهلي. عشان كده بقول مستر موسيماني كان الله في العون، لابد ان هو يجهز الفرقه معنويا بشكل كبير جدا 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 جدا، عشان تبقى لعيبه عندها روح قتاليه عاليه جدا. ومعروف على لعيبه النادي الاهلي ان هي عندها روح قتاليه عاليه جدا. بتمنى له ان التوفيق في اختياراته، التوفيق للطريقه المناسبه، يقرا فرقه مونتيري بشكل كويس جدا. هو بيدرب طبعا هو بيدرب النادي الاهلي، لابد ان احنا نخرج شكلنا جيد في المباراه ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف ان لعيبه النادي الاهلي ناقصه، عارف ان عنده كم كبير من اللعيبه ناقصه، اكيد مش هيحط ضغط على لعيبه النادي الاهلي ولا حتى على مدرب النادي الاهلي. يعني يتقبل النتائج بشكل كبير. اتفضل يا كابتن. خلينا نتكلم عن الجمهور.
اقول للجمهور حاجه مهمه قوي. اتفضل. يعني الكابتن بلال اتكلم على مستر موسيماني وعلى اللاعبين وعلى الكوره، لكن انا بقول لجمهور النادي الاهلي لازم تبقى فخور بفرقتك. احنا كل سنه الحمد لله، يعني السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها كنا في المونديال في الثالث، لكن احنا وصلنا وبنلعب باسم مصر برضو، والنادي الاهلي طول عمره بيشرف وهيشرفك ان شاء الله، لازم تبقى في ظهره. صحيح. مع اي نتيجه طول عمرنا كابتن، جماهير النادي الاهلي العظيمه في ظهرنا. لا، ولازم بتراعي الظروف، واحنا يجب علينا ان احنا نقول لهم ان الظروف صعبه طبعا. لان جمهور النادي الاهلي حتى لو لعبت لا لان دي الحقيقه يا كابتن. لا لانك صحيح. لو الحقيقة. لو لعبت بلعيبه صغيره طيب. جمهور النادي الاهلي بيزعل منك انه بيخسر، فانا بقول له ان المهمه صعبه جدا. صحيح. فخلي بالك من فرقتك، هنساندهم في كل وقت، وحتى بعد البطوله هنساندهم. لو جابوا لك الكاس هتساندهم، ولو حصل اي موقف، لان الموقف صعب. لازم نتكلم، احنا بنتكلم على لعيبه يعني بفرق قويه جدا، والنادي الاهلي رايح ناقص 7 لعيبه، وغير انه ناقص 7 لعيبه كان في كمان. هو مش 7 يا كابتن، هو ممكن يكون اكتر. معلش ممكن نعدهم 7 منتخب. معلش ممكن نعدهم، شناوي لا عدهم كلهم، شناوي، اكرم، بدر بنون، بدر بنون، ايمن اشرف، عمرو السولية، شريف، حمدي فتحي، شريف، محمد عبد المنعم، محمد شريف، محمد شريف، 8 فاضل 1 تيالي. لا هم يعني هم 8 غير المصابين، قصدي غير المصابين، يعني دول 8 بالمصابين، المصابين بالمنتخب. لا انت كان عندك ديانج، غير صلاح محسن، كان عندك ديانج بره، وكان عندك بيرسي تاو بس موجود، ما اعرفش. فهو ده اللي احنا بنتكلم، الموضوع صعب جدا. يعني انا مش بحبط الناس ولا اي حاجه، لا، النادي الاهلي يكون انه بيشارك، احنا بنشارك علشان اسم مصر. صحيح. وان احنا لازم نشارك، واحنا مسؤولين دائما ان احنا نرفع اسم مصر عليا. يعني طب ايه رايك كابتن اسلام، نشكر وخلاص ولا ايه؟ زي ما انت عايز، انت صاحب القرار مش انا. يا كابتن عادل عندك اقوال اخرى؟ خلاص لا خلاص لا خلاص يعني فيعني طب انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن بلال، نورتونا وشرفتونا كالعاده الحقيقه في اول حلقه في الاهلي في المونديال. طبعا الكابتن ايمن ده صاحب البيت، ما نقدرش، وكبرنا يعني، بارك لكم على اللي جاي تاني. جاي كتير، مش جاي يعني، فمش هقدر اشكره يعني. بالعكس، ده احنا نشكركم، احنا اللي شرفنا شاكرين يا كابتن ايمن، شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه هي الحلقه الاولى من الاهلي في المونديال، كل يوم هنكون مع حضراتكم كل يوم من الساعه 10 لغايه بقى لما ربنا يأذن. طب احنا كده خلصنا كابتن ايمن؟ خلصنا للاسف. لا ما خلصناش، ليه؟ في حاجه ثانيه عندنا. عندنا برضو عندنا نجمين. طبعا صح. نجمين من النجوم اللي موجوده في قناه الاهلي، هيكملوا بقى كل ما يخص السوشيال ميديا وكل ما يخص امور النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي وكل اخبارها وكل حاجه تخص النادي الاهلي من خلال محمد فارس واحمد اسامه، الاثنين الحقيقه هيكونوا مع حضراتكم بعد قليل. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنروح بقى اسلمهم كمان. ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده النهارده؟ النهارده عاملين اعجاز، منورنا والله النهارده. والله نور حضراتكم يا كباتن، استمتعنا بكابتن اسلام، كابتن ايمن، وطبعا كابتن عادل وكابتن احمد بلال. احنا محتاجينكم تروحوا كاس العالم للانديه تلعبوا مكان الناس دي، تعوضوا النقص. يعني تقدروا تعوضوا النقص ده بشكل كبير جدا. منورنا دايما، ربنا يخليك. شرفتونا ونورتونا يا كباتن. هنسيب حضراتكم دلوقتي مع نجمين محمد فارس واحمد اسامه، هيكملوا مع حضراتكم بقيه هذه التغطيه المتميزه والحصريه على شاشه قناه الاهلي. انتظرونا بعد الفاصل واخبار مهمه جدا في الاهلي في المونديال.